السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. نناقش اليوم استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة وسط إصرار رئيس حكومة الاحتلال على مواصلة الحرب والصراع السياسي الدائري في مجلس الحرب الصهيوني، توازيا مع الضغط الدولي في محكمة الجنائية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة. سيكون معنا في هذه التغطية عبر زوم من إسطنبول العقيد حاتم الراوي الخبير والباحث العسكري، وكذلك سيكون معنا من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية الأستاذ هشام يعقوب، وكذلك عبر الهاتف من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأوروبا الأستاذ ضياء الشمري. نأخذ فاصل قصير مشاهدينا ونبدأ معكم مع ضيوفنا الكرام هذه التغطية. أهلا بكم الجديد مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من قناة الرافدين من بعد عملية طوفان الأقصى، ومن اليوم إلى اليوم 105 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة. نرحب بضيوفنا الكرام في هذه التغطية ونبدأ مع الأستاذ هشام يعقوب رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية. السلام عليكم أستاذ هشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم. كيف تنظرون إلى عملية التحرك الدولي لمقاضاة الاحتلال من قبل جنوب أفريقيا، المكسيك وتشيلي وماليزيا، والآن المدعي والادعاء الآن في سويسرا يسير على نفس هذه الخطوات؟ ما أهميتها على الجانب الدولي بالنسبة إلى غزة، وما أثر وقعها على الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في أن هذا التحرك الدولي باتجاه محاكمة الاحتلال الإسرائيلي وقادته المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وفي فلسطين عموما، هذا الحراك الدولي أعتقد أنه نتيجة قناعة جمعية دولية أن هذا الكيان الغاصب بات يشكل خطرا على الإنسانية كلها، وليس على الشعب الفلسطيني وحده، وليس على قطاع غزة وحده. هذا الاحتلال الغاشم ارتكب جرائم لم ترتكب في تاريخ البشرية، أو تحديدا التاريخ المعاصر على وجه التحديد، ليس من ناحية أعداد الشهداء. ربما يتحدث أحدهم فيقول أنه في الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية هناك ضحايا بالملايين، إنما لطبيعة العدوان الصهيوني، الاحتلال، احتلال الأرض، مصادرة الأرض، الاعتقال، القتل المتعمد خاصة للنساء والأطفال والشيوخ، لأن الحروب الأخرى كلها كانت في سياق معارك وحروب، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، اليوم الحرب الروسية الأوكرانية، هذه حروب بين طرفين متكافئين في القوى العسكرية، بينما في حالة فلسطين منذ 100 عام هناك احتلال يغتصب الأرض الفلسطينية والحقوق الفلسطينية ويقتل الفلسطينيين ويعتقل آلاف الفلسطينيين، واعتداءات بالجملة على كل ما هو حجر وبشر ومقدسات في فلسطين. إذا أعتقد أن هذه القناعة الدولية اليوم حينما تتحد كلها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، معنى ذلك أننا أمام مرحلة مهمة عنوانها نزع الشرعية الدولية عن هذا الكيان الغاصب. هذا الكيان الذي أدخل إلى المنظومة الدولية من خلال الأمم المتحدة عام 1948 بعد احتلال فلسطين وتأسيس هذا الكيان الغاصب، اليوم هذه المنظومة الدولية تنتفض. أنا أسميها انتفاضة دولية، يجب أن تكون أن تسير باتجاه جاد وحقيقي إلى أن نصل إلى لحظة إبعاد هذا الكيان الخطر على الإنسانية كلها. نعم. إذن ضمن هذه النقاط نرحب من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأوروبا الأستاذ ضياء الشمري. مرحبا بكم معنا أستاذ ضياء. أهلا ومرحبا، تحياتي. حياكم الله. ضمن هذه النقاط التي ذكرها الأستاذ هشام وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها وتشنها قوات الاحتلال على غزة، حرب غير متكافئة، المكسيك وتشيلي تحيلان الوضع في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية
أهمية هذه الخطوة ومدى فعاليتها على المستوى القانوني وليس فقط السياسي فقط؟ هو هذا يعني حقيقة الدول التي تضامنت مع دولة أفريقيا هو تضامنا معها، وهذه يعني الحالة الدولية والإرباك الدولي اللي صاير في المشكلة اللي حدثت في غزة والحرب والإبادة الجماعية الذي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، هذا كله دعم لهذا الموقف دولة أفريقيا، وهذا الدعم راح يساند دولة أفريقيا ويوجه خطابا واضحا للمحكمة الجنايات الدولية أنه هذه الجرائم لا يمكن الغض النظر عنها، هذه الجرائم هي جرائم إبادة جماعية لشعب عزل من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنية التحتية في هذه المنطقة، وهذه الادعاء الذي قدمت بها جنوب أفريقيا إلى الجناية الدولية أنه يعني أمر حقيقي وواقعي بما حدث في هذه المنطقة، وهو تخلي إسرائيل عن حقوق الإنسانية وهي دولة محتلة، والدولة المحتلة يجب عليها في حالة الحرب وفي حالة الكوارث أنه تساعد المواطنين، ولكن إسرائيل ابتعدت عن كل هذه الصيغ وكانت تتكلم السياسيين الإسرائيليين يتكلمون عن هذا الشعب بشعب غير البشر، يعني بحيوانات بشرية بما لقبوهم بعض السياسيين الإسرائيليين، وهذه تهم كبيرة جدا ضد مواطنين عزل وهم بأسلحتهم الفتاكة التي دمرت البنية التحتية ودمرت كل المباني في غزة. نعم. نرحب أيضا معنا في هذه الساعة من إسطنبول العقيد والخبير العسكري والباحث العسكري الأستاذ حاتم الراوي. مساء الخير أستاذ حاتم. مساء الخير. هلا حياكم الله. نبدأ من الجوانب العسكرية. نتنياهو يقول أن الحرب مستمرة ولن يتنازل عن تحقيق أهدافه. كيف تقرؤون هذا التناقض بين الواقع وبين إحصائيات أركان الجيش وتصريحات رئيس الحكومة الذي يصر على مواصلة الجيش رغم أو مواصلة الحرب رغم اختلاف المؤسسة العسكرية معه وحتى الكثير من أركان الحكومة؟ سلامي لك أستاذي الكريم والضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. الحقيقة نتنياهو بوضع حرج جدا. نتنياهو يصرح بإطالة الحرب. طيب هذه الحرب في غزة يعني تكاد تكون قد وضعت أوزارها، يعني لم يعد يعني أي مراقب عسكري يتابع الوضع يستطيع أن يقول أن يعني مقاتلي غزة سيعودون إلى القتال مرة ثانية بنفس القوة التي بدأوا فيها بها وبنفس المفاجأة ويفاجئون العدو. هذا الكلام يعني أصبح الآن قيد الانتظار. أما بالنسبة للجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي بدأ يعني يتخوف من دخول غزة، ولاحظنا نحن يعني الفرحة كيف كانت على وجوه العناصر وضباط لواء جولاني عندما غادروا غزة عندما انسحبوا من ميدان القتال. هذا الكلام يدل على إرباك داخل المؤسسة العسكرية لديهم. أما بالنسبة لنتنياهو، الآن نتنياهو حشد ثلاث فرق عسكرية باتجاه الجنوب اللبناني ويهدد باجتياح لبنان، يعني يضع أمريكا بوضع حرج جدا. أمريكا التي جاءت بكل ثقلها العسكري لتبدأ بخطوات الشرق الأوسط الجديد في المنطقة والتي يتطلب تهدئة ويتطلب يعني تصفية حسابات كثيرة وتقطيع أذرع كثيرة، مكلف جدا بالنسبة لها. وقالها بايدن، قال إذا طالت الحرب في غزة فإن الخزانة الأمريكية سوف تتأثر، وهذا حقيقي، يعني مصاريف القطاعات العسكرية خارج تموضعها الحقيقي في بلادها مكلف جدا، تكلفة يعني لا تصدق. طيب سيادة العقيد، هنا في هذه النقطة أود أن أسأل سؤال.
المتحدث باسم القسام كتائب القسام أبو عبيدة تحدث قبل أسبوع تقريبا أو أكثر عن أنه حصيلة 100 يوم تقريبا كانت يعني تدمير 1000 آلية للاحتلال، والآليات كما ذكرتم تتراوح مبالغها بملايين الدولارات إذا كانت دبابات أو مدرعات أو ناقلة جنود. بالتالي إذا كانت هناك 1000 والألف يضرب في المليون، إذن المبلغ وصل التريليونات، هذه فقط من ناحية الآليات التي تم تدميرها. أما من ناحية العتاد، من ناحية بقية التجهيزات العسكرية، كم ستؤثر في استنزاف الاقتصاد الإسرائيلي الذي أصلا يعاني حاليا من حالة من الركود، وهناك كثير منهم يطلبون معونات بسبب توقف العديد من المراكز والمصادر الاقتصادية في البلاد؟ نعم، بالنسبة للدعم الأمريكي لإسرائيل، بدأت أيضا يعني أمريكا تضغط على إسرائيل تطالبها بإنهاء الحرب لعلها تستطيع أن تتخلص من هذا العبء. نعم. لأنه يعني كلنا نعرف والعالم كله يعلم أن أمريكا تحمل إسرائيل في حضنها، وبالتالي لن تدعها تتأثر. لذلك من هنا يأتي أيضا يزيد بالإضافة إلى انتشار الآلة العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تأتي تعويضات الخسائر الإسرائيلية في هذه الحرب. وأمريكا يعني ملتزمة أدبيا وملتزمة تاريخيا بتعويض إسرائيل هذه الخسائر. لذلك أولا وأخيرا الشارع الإسرائيلي الآن يشكو من وينتظر المفاجأة عندما يعلن أعداد القتلى الحقيقيين في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي لم تعتد عليه إسرائيل. إسرائيل تحارب بالعقيدة القتالية الغربية، يعني العنصر البشري لديها ثمين جدا ولا تفرط به. لذلك هذه نقطة أمام نتنياهو. النقطة الثانية المبالغ الباهظة كما تفضلت حضرتك التي يعني ستجبر أمريكا بالنتيجة لتحملها ولدفعها عن نعم. طيب، في هناك مشكلة في الصوت سيادة العقيد، نحاول إصلاحها ثم نعود إلى الحوار مع حضراتكم. في هذه النقطة أستاذ هشام، وفي نقطة عدم أو الدعم الأمريكي المقدم إلى إسرائيل، أمريكا أوقفت الدعم على الحرب في أوكرانيا ومساندتها ضد الحرب في روسيا من أجل تقديم الدعم إلى الاحتلال الصهيوني. بالتالي إلى أي مدى ستستطيع أمريكا أن تواصل دعمها إلى الكيان وتحمل هذه الأحمال الاقتصادية الثقيلة بدعمها للحرب على غزة؟ نعم، هناك شقان في هذه المسألة، الشق الاقتصادي المادي والشق السياسي. نعم. في الشق الاقتصادي هناك فاتورة كبيرة تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية كرمى عيون هذا الاحتلال الصهيوني المجرم، تدعمه بآلاف القنابل والصواريخ والقذائف وما إلى ذلك من احتياجات عسكرية إسرائيلية. نعم. وقد أقرت الإدارة الأمريكية ما لا يقل عن 14 مليار دولار للاحتلال الصهيوني، ولا شك أنه في هذه الأرقام هي في زيادة مستمرة، مع ملاحظة أن هذا الدعم في الأيام القليلة الماضية يعني يتعرض لتعقيدات أكثر من السابق. في أول مرة أقر مبلغ 14 مليار دولار للاحتلال الصهيوني، كان هناك إجماع كامل تقريبا بلا أي صوت معارض سوى صوتين كانا يعني من المناصرين للقضية الفلسطينية. وأما الآن هناك تعقيدات وهناك مساءلات وهناك طروحات وضغوط على إدارة بايدن لفرض شروط على الاحتلال الإسرائيلي قبل الحصول على هذه المساعدات المادية. أما على المستوى السياسي وهذا هو الأهم، أن هذه المساعدات لا تتم من دون أثمان. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إدارة بايدن والديمقراطيون يدفعون أثمانا سياسية باهظة نتيجة هذا الدعم المفتوح للاحتلال الصهيوني. واستطلاعات الرأي الأخيرة التي أفادت أن حظوظ بايدن تتراجع أمام حظوظ ترامب على سبيل المثال، على خلفية
الدعم المفتوح من قبل إدارة بايدن لهذا الاحتلال الصهيوني وعدم مساءلة الاحتلال الصهيوني. في ذات الوقت المواطن الأمريكي اليوم أصبح يتململ من كثرة أو من أحمال الضرائب التي يدفعها، ويقولون أن الضرائب الأمريكية المواطن الأمريكي يدفعها من أجل دعم أوكرانيا من جهة ودعم الاحتلال الصهيوني من جهة أخرى، فبالتالي أصبح هناك تململ حتى من داخل الشارع الأمريكي. هذا تحديدا التململ نجده في الجيل الجديد الذي لم يعش مرحلة تأسيس هذا الكيان الغاصب والارتباط العضوي الاستعماري بين الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الصهيوني. هذا الجيل الجديد معني بالرفاهية وفرص العمل، وليس مقتنعا بفكرة دفع الأموال لا لأوكرانيا ولا للاحتلال الصهيوني. ولذلك وجدنا أنه أكثر من 51 أو 52% من جيل الشباب بين عمر 18 عاما و24 عاما، هؤلاء اليوم يعني يقفون ضد الاحتلال الصهيوني في هذه المعركة. بل من المفارقات أنه هذه الشريحة والنسبة التي ذكرتها أكثر من 50% تؤيد فكرة إنهاء بين مزدوجين إسرائيل وإلحاقها لحماس. يعني على العكس ربما عملية طوفان الأقصى أصبحت يعني من العلامات البارزة على دلالة أحقية الفلسطينيين بالأرض وليس إسرائيل، عكس ما كان معروف في القصة الأمريكية أو القصة الإسرائيلية داخل أمريكا. صحيح، ولذلك الرواية الصهيونية تعرضت لضربة قاسمة، وطوفان الأقصى إذا أردنا أن نتحدث عن أبعاده بغض النظر عن الجانب العسكري والسياسي، يعني هناك أحاديث كثيرة فصلت في هذا المجال، لكن هناك مسألة مهمة هي ضرب الرواية الصهيونية التي هيمنت بلا منافس ولا منازع على العقلية الأمريكية والغربية طوال العقود السبعة الماضية. طوفان الأقصى خلخل هذه الرواية وأبرز للعالم كله أننا أمام مشروع استعماري صهيوني عنصري إحلالي إجرامي إرهابي انعزالي إلغائي. كل هذه المواصفات اليوم بدت، وغباء القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية والجرائم التي اقترفت في قطاع غزة ثبتت كل هذه الرواية التي يقدمها الفلسطينيون اليوم، أنه نحن أمام كيان صهيوني ومشروع صهيوني فيه كل هذه المواصفات الاستعمارية والإجرامية. وبالفعل اليوم يعني فقط إذا أردت أن أضيف إلى البعد المادي أو الاقتصادي والبعد السياسي البعد الأخلاقي، اليوم أمريكا وكل الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي تخسر أخلاقيا أمام شعوبها قبل شعوب العالم. طيب أستاذ ضياء، هنا في هذا الإطار وبعد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال مع في غزة والدمار الذي حل ربما على أكثر من 70%، هل تحتاج محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية إلى أدلة لتثبت بذلك أن إسرائيل هي المعتدية أو هي من ساهمت ربما في حرب الإبادة الجماعية؟ وبعد ذلك هل تملك هذه التحركات الموازية بمحكمة الجنائية الدولية السبيل لتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار الفوري في القطاع؟ ما هي مشكلة إسرائيل أنه الدعم الغير محدود من الدول الأوروبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. لهذا السبب يجب أن تكون هنالك قضاء دولي يقضي بإسرائيل بارتكاب هذه الجرائم. هذه المشكلة الكبيرة التي لدعم إسرائيل بالعمليات الإجرامية، هم أيضا مشاركين مشاركة فعلية بالجرائم التي تقوم بها إسرائيل في غزة. هنالك حقوقيين في جميع أنحاء العالم نددوا بما تفعل إسرائيل طيلة 75 عاما من الاحتلال ولحد هذه اللحظة. ولكن هذه المشكلة بالوقت الحاضر، الحدث اللي حدث والإجرام الذي حدث في غزة، هذا واضح أمام أعين الناس، وهنالك اتهامات واضحة من جميع المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية التي تعمل في غزة وتنادي بأعلى صوتها من تخليص هذه المنطقة من المجاعة، من المجزر الذي تقوم بها إسرائيل، من الأوبئة والأمراض التي تقوم بها إسرائيل، من قصف المستشفيات وقصف البنية التحتية وعدم وصول المواد الغذائية والماء والكهرباء إلى هذه المنطقة. يعني حقيقة ما تقوم فيه إسرائيل
هي مجزرة إبادة جماعية، والدول الأوروبية مساندتها من ضمنها ألمانيا، وكثير من الدول الأوروبية تراجعت عن هذه الخطوة لدعم إسرائيل من ضمنها إسبانيا، يعني تراجعت عن دعم إسرائيل الغير محدود لهذه الدولة العنصرية التي تقتل وتذبح مع كل الناس ترى وتسمع ماذا تعمل إسرائيل. الحقيقة هي المحكمة الجنائية الدولية نحن نعمل أنه تصدر قرار بحق إسرائيل، أولا بحق وقف إطلاق النار، وبعدين من وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات وإعمار المناطق. هذا الذي نرجو من المحكمة الدولية بالقرار بوقف إطلاق النار ووصول المساعدات والأغذية إلى المنطقة، لأنه هذه مشكلة حقوقية ومشكلة إنسانية، والأمم المتحدة تنادي بهذا الموضوع، ولكن العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية يقفون إلى جانب إسرائيل بهذه المجزرة التي تقوم بها دولة إسرائيل. ولكن أستاذ ضياء في ذات الوقت يعني عبرنا الثلاثة شهور ودخلنا في الشهر الرابع اليوم 105، يعني هل تتأخر إجراءات اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار بعد كل هذه الأيام، بعد كل هذه المجازر، بعد التدمير الذي جاوز أو تجاوز 70% من القطاع والحرمان من المياه والشرب والدواء وكل أنواع المساعدات الإنسانية؟ تتأثر بهذه القرار، هو القرار المفروض أن يصدر القرار بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، لكن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ومن ضمنها ألمانيا أنه وقفت تقف بالوقت الحاضر ولحد الآن إلى جانب إسرائيل بالمجازر التي تقوم فيها إسرائيل، وهي تعلم وخسرت كثير من شعبها الذي هو غير قابل بدعمهم الغير محدود لدولة إسرائيل. يعني هنالك يجب أن يطلع هذا القرار، وإحنا كنا نتوقع خلال أسبوع أو أسبوعين أنه يصدر هذا القرار بوقف إطلاق النار، وبعدين تبدأ العمليات الإجرامية التي ارتكبها الجيش والاحتلال والدولة الإسرائيل والناس المتنفذين من الحكومة الإسرائيلية بهذه المجزرة. أنه بالبداية يجب عليهم أن يقفوا وتوصل المساعدات إلى قطاع غزة، لأنه الكارثة موجودة، الكارثة هي موجودة وقاعد تندد طيب بها وتضامن العالم فقط بأكمله. فقط سؤال يعني نعم. سؤال في هذه النقطة بالتحديد، إذا كان يتعذر إصدار قرار لوقف إطلاق النار الفوري، فلماذا يتعذر إدخال المساعدات؟ يعني لتبقى أو يعني ربما لا يستطيعون إيقاف النار والحرب والقصف، ولكن يستطيعون إدخال المساعدات. إسرائيل بعدم أوقاف النار وبعدم إدخال المواد الغذائية، هم السياسيين ماتوا يعني يتكلمون هي بالإبادة الجماعية، هم واضحين وصريحين بالإبادة الجماعية، وهم يعلمون أن يقصفون بيوت مدنية، يقصفون المدارس، يقصفون المستشفيات، إذن هم متقصدين بهذا العمل. المشكلة المجتمع الدولي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى هذا الموضوع، بغض النظر عن بعض التصريحات السياسيين الأمريكان أنه نحاول بالضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، بس هذه ليست كافية من قبل الدول العالم المساندة لإسرائيل. يجب يقولون لإسرائيل كفى عن هذا العمل ويمنع المساعدات إلى إسرائيل. لحد الآن المساعدات إلى إسرائيل تدخل من الدبابات والطيارات وكل ما تحتاجه إسرائيل من سلاح ومواد غذائية، وكل شيء متوفر في إسرائيل. هذه العملية هي عملية انتقامية لهذه المجموعة البشرية الفلسطينيين من سنة 1948 ولحد هذا اليوم المجازر مستمرة فيها إسرائيل. كم مرة قدمت إلى المحكمة الجنائات الدولية وتبرأ المحكمة الجنائية الدولية بالمجازر التي احتملتها إسرائيل في الضفة الغربية وفي القدس وفي كل المناطق في فلسطين. نعم هنالك مجزرة وهنالك تضامن دولي غير حقاني بجانب دولة إسرائيل. طيب نأخذ فاصل مشاهدينا ثم نواصل الحديث معكم ومع ضيوفنا الكرام. فاصل ونواصل مشاهدينا.
نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية المستمرة من قناة الرافدين عن الأوضاع في قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني المستمر والذي دخل يومه 500. نتوجه بالسؤال إلى سيادة العقيد حاتم الراوي. سيادة العقيد، كيف تصفون أداء جيش الاحتلال بعد 105 من بداية هذا العدوان والمعارك والحرب المستمرة على قطاع غزة، ولا سيما في قطاعات الاحتياط التي ترفض الانضمام إلى صفوف جيش الاحتلال، والكثير منهم كما ذكرتم ربما يحتفلون بالخروج من هذه المهمات، أيضا يعني الأعداد الحقيقية حالما يعلن عنها بالإعلام، ولكن الجنود على أرض الواقع يعرفون كم عدد الذين تم قتلهم وتمت إصابتهم داخل المعارك. أستاذي الكريم، يعني الجيش الإسرائيلي تعود الجندي في الجيش الإسرائيلي على الحرب برفاهية يعني، وهذه يعني أبطال العراق عندما جاءوا إلى سوريا وساندوا الجيش العربي السوري وردوا الغزو الإسرائيلي عن دخوله، منعوه من دخول دمشق، شكلوا أمامه سدا منيعا، يعرفون عندما كنا ندخل إلى سكنات الجنود العاديين يعني مجند عادي نجد أن توجد لديه الأطعمة والغذاء وكل ما يلزم حتى لرفاهيته. نعم. أما في حربه في هذه المرة الجندي الإسرائيلي وجد نفسه ضائعا تماما، يعني ببساطة يعني أحب أن أوضحها للمشاهد. نعم. المهاجم دائما يضع بحساباته وبحساب العلم العسكري أن تكون خسارته 3 خسارة المدافع. هذا في الحرب الكلاسيكية يعني حرب مكشوفة للطرفين، فما بالك عندما يهجم هذا المهاجم على مناطق محصنة وشديدة التحصين ويوجد فيها مقاتلون مدربون. لذلك أنا أرفع نسبة الخسائر إلى أكثر من 10، وهذا ما حصل. لذلك يأتي الجندي الإسرائيلي مرعوب تماما وخائف، وهو أصلا لا توجد لديه العقيدة القتالية التي تجعله يطلب الشهادة ويتقدم بغير آبه بالموت، لا، هو يريد أن يحيا. وبالتالي بدأ على الجيش الإسرائيلي ولأول مرة، وأنا أقولها لأول مرة لأنني أنا محتك مع هذا الجيش الإسرائيلي بأكثر من معركة، أول مرة يشعر الجندي أو المقاتل في الجيش الإسرائيلي أنه هو عرضة للجوع ولعدم القدرة على إسعافه وهو جريح وينزف، وعلى الموت بشكل تكرار يعني أعداد غير محسوبة. هذا جعل معنويات الجندي الإسرائيلي في الحضيض، وهذا ما يشكل أيضاً ضغط على الحكومة الإسرائيلية لأنها ترى، والجنرالات الإسرائيليين قسم كبير منهم أعلن عن وضع الحالة النفسية للمقاتل في الجيش الإسرائيلي. هذا كله يشكل إرباك فوق الإرباك الذي يعيش نتنياهو، ولم يبقى أمام نتنياهو على الإطلاق إلا ممر إجباري واحد باتجاه فتح جبهة بجنوب لبنان بسبيل إطالة عمر الحرب مهما كانت عشوائيتها ومهما كانت الخسائر، لأنه يعلم أنه مجرد أن انتهت الحرب تماما وعاد المجتمع إلى وضعه الطبيعي فهو ذاهب إلى المحكمة وإلى طيب ربما إلى السجن. في نقطة أيضا هنا، يعني الجندي الإسرائيلي اليوم كيف تكون لديه العقيدة القتالية وبذات الوقت هناك عقيدة هانيبال أو التخلص من بعض الجنود والوحدات من خلال النيران الصديقة، يعني القوات الإسرائيلية تتخلص من بعض الجنود خوفا من وقوعهم لدى الأسر، فبالتالي كيف تؤثر هذه العملية أو هذه الحالة ربما هي الفريدة في الجيش الإسرائيلي على معنويات الجيش الذي إن لم تقتلهم المقاومة فسيقتله الجيش الإسرائيلي نفسه؟ هذه تؤثر حتى على الجيوش الأقل تدريب والأقل معنويات والأقل من الجيش الإسرائيلي،
يعني حتى في البلدان التي جيوشها تعتبر بدائية، عندما يصل الجندي إلى مشاهدة هكذا حالات ولمسها والتأكد منها ينهار تماما. فما بالك بالعسكري الذي يعني هو داخل إلى الحرب بنزهة. تذكرون أنه في إحدى الحروب على ما أذكر عام 2006 وزارة الدفاع الإسرائيلية تطمئن أهالي الجنود الذين يقاتلون أن أبنائهم يتابعون مباريات كأس العالم، بطولة كأس العالم. يعني إلى هذه الدرجة العسكري الإسرائيلي مرفع، بينما العسكري الإسرائيلي اليوم نعم كما تفضل يقتل كي لا يؤسر ويشكل عبء آخر فوق الأسرى الموجودين حاليا، يزيد العبء. وإذا كان لديه أي أسرار تموت معه، والأهم من ذلك أن لا يضعف معنويات الفاقه الذين يقاتلون معه. لذلك أنا أقول أن الجيش الإسرائيلي لم يصل إلى مرحلة من انخفاض المعنويات وانحطاطها كما هو عليه الآن. نعم. مشاهدينا الكرام، وقبل مواصلة حوارنا مع ضيوفنا الكرام، نقف قليلا لمشاهدة تقرير الإنفوغرافيك التالي، والذي يستعرض حدة الغضب الدولي على الصعيدين الشعبي والرسمي جراء استمرار الاحتلال لارتكابه المجازر ضد سكان غزة المدنيين في القطاع. Israel is losing on the ground and in the courts of public opinion. There's no way. Jordi Tariq Abdul Hakim Al Mutawak, 5 years old. من جديد أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية من قناة الرافدين حول طوفان الأقصى. ونتوجه بالسؤال إلى الأستاذ هشام. أستاذ هشام، يعني بعد كل هذه المعارك التي خاضها أو العدوان الذي ارتكبته قوات الاحتلال على قطاع غزة، بعد كل الوعود، بعد كل الإصرار على تحقيق الأهداف دون أن يصل إلى أي شيء نتنياهو اليوم، كيف تنظرون إلى خروج أصوات من داخل مجلس الحرب الصهيوني كغادي إيزنغوت، والذي يؤكد أن الاتفاق مع حماس وحده سيضمن إطلاق سراح المحتجزين، بالتالي كلمات نتنياهو أهداف نتنياهو إصراره على تحقيق أهدافه أصبحت تذهب أدراج الرياح أمام داخل أو أصوات داخل مجلس الحرب الصهيوني؟ الحرب الصهيوني وكذلك المجلس الوزاري المصغر في حالة تصدع حقيقي. التباينات اليوم صارت يعني أكبر من أن تخفى، صارت واضحة للعيان وصارت منتشرة، بل إن أحد أبرز أعضاء مجلس الحرب الصهيوني بيني جانت أصبح يشارك ولأول مرة في التظاهر شوارع تل أبيب بين مزدوجين ضد نتنياهو وضد سلوكيات نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بالأسرى الصهاينة عند المقاومة الفلسطينية. كذلك الأمر إيزنغوت وهو يعني عضو أساسي في مجلس الحرب صار يتحدث وبكل وضوح عن أن المسألة تحولت إلى مسألة شخصية. نتنياهو لا يريد أن ينهي الحرب لحسابات خاصة ولمصالح شخصية. بن غفير، سموتريتش، وزراء كذلك الأمر يتصارعون فيما بينهم. كانت وزير الدفاع أو وزير الحرب الصهيوني
صرخ في وجه نتنياهو كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسبوع الماضي لا تعرق العملي، وانسحب من الاجتماع الذي كان يشارك فيه رئيس الأركان الصهيوني، انسحب دفاعا عن رئيس الأركان بسبب المشاكل التي حصلت في داخل اللقاء والصراخ الذي دم. إذن نحن أمام حالة تصدع حقيقية. اليوم كان هناك تصريح لأحد أعضاء المجلس الوزاري المصغر وليس مجلس الحرب، كان يقول نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب، نتنياهو يخشى على نفسه. إذن شيئا فشيئا هذا التصدع في جدار الموقف الصهيوني يكبر شيئا فشيئا، وأعتقد أنه هذا سيؤثر بصورة مباشرة على القرار السياسي والعسكري الصهيوني، وقد نصل إلى مرحلة نجد فيها محاولات صهيونية رسمية وشعبية وعسكرية وأمنية تسهم شعبيا وفي الميدان من خلال التظاهرات والإعلام والضغوط المختلفة لتسهم في إسقاط نتنياهو والضغط على نتنياهو. وأعتقد أنه خلال الأسبوع القادم هناك أول مرة محاولة من حزب العمل الصهيوني لطرح الثقة بحكومة نتنياهو. كل هذا الحراك الداخلي الصهيوني الذي يتعاظم في وجه نتنياهو وفي وجه قادة الحرب في لدى الاحتلال الإسرائيلي، كل هذه الجهود اليوم تتعاظم وتكبر، وأعتقد أنها ستؤثر بصورة مباشرة على صانع القرار وتحديدا على نتنياهو. هنا أيضا أستاذ هشام في ذات الإطار، يعني إذا كان تصدع الأركان الحكومة المؤسسة العسكرية وميل نتنياهو، إذا كان هذا التصدع قائم، كيف يمكن للدول الغربية أن تستمر بدعمها إلى الكيان، وإذا كان نتنياهو يصر من غير أن تكون له رؤية واضحة والمؤسسة العسكرية لديها رؤية أخرى، من تدعم الجهات الغربية والدول الغربية وخصوصا أمريكا؟ هل ستستمر بالدعم إذا كانت الرؤية داخل الأرض المحتلة داخل الكيان وداخل المؤسسة العسكرية والمدنية السياسية مختلفة؟ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الاستعمارية مع الأسف تدعم مشروعا استعماريا. هذا المشروع الاستعماري يتشكل على صورة دولة اسمها إسرائيل بين مزدوجين. هذه الدول لها مصالح وستستمر في دعم هذه القاعدة العسكرية الاستعمارية المتقدمة في المنطقة التي تسمى كيان الاحتلال الصهيوني، لأنها تحقق مصالح استعمارية أمريكية وغربية. سيستمر هذا الدعم لمؤسسات الاحتلال الإسرائيلي، للجيش الإسرائيلي، للمؤسسات الأمنية، للاقتصاد الإسرائيلي. لكن في الخريطة التفصيلية يجب أن ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها بدأت جهودا حقيقية لإقصاء نتنياهو. اليوم حسب الخريطة التفصيلية الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بيني جانت وشيئا ما تدعم جالانت. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، لكنها تستبعد نتنياهو. وهذه المسألة صارت واضحة، وحتى بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت منذ أيام قليلة لشبكة NBC الأمريكية أن إدارة بايدن أخذت القرار باستبعاد نتنياهو، والحديث عن مرحلة ما بعد نتنياهو والإعداد لمرحلة ما بعد نتنياهو الذي يريد أن يورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب إقليمية من أجل أن ينجو هو. هذه القراءة واضحة لدى الإدارة الأمريكية، وصارت التصريحات واضحة جدا في هذا المجال. إذن هناك دعم للكيان ككيان ومؤسساته، لكن هناك محاولة لاستبعاد نتنياهو. طيب أيضا أستاذ ضياء، لو تكلمنا عن الدعم من نوع آخر، قرار البرلمان الأوروبي بمساندة العدل الدولية بعملها، كيف يمكن الاستفادة عمليا من هذا القرار، يعني مساندة الدول الأوروبية لقرار المحكمة العدل الدولية، كيف يمكن أن يغير أوراق اللعب واتجاه الرياح؟ ربما معنا ذكرت في السابق أنه أكو هنالك دول أوروبية انسحبت لدعمها لإسرائيل، الدعم الغير محدود لإسرائيل. وهذه الدول الغربية أنه الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي الموجود هو يأخذ آراء الدول التي هي في موقف محرج. بالوقت الحاضر الدول الأوروبية في أزمة، أزمة إخلاقية إنسانية أمام شعوبها، ليست أمام الشعوب العربية أو الشعوب الإسلامية، وإنما أمام شعوبها في موقف أخلاقي محرج. هل هذا القتل الذي تقوم به إسرائيل وتدعمونه هذا الكيان؟ يعني ما إلى متى؟
بعدين أكو نقطة مهمة، أنه التظاهرات والتذمر الشارع الإسرائيلي عن الحكومة التي تقوم بالعمليات الإجرامية داخل هذه طبعا هم مطالبهم تختلف عن مطالب غزة، ولكن هم المطالب مالتهم إنهاء الحرب. هذا أيضا تعطي دعم للدول الأوروبية لتغيير موقفها من قبل هذا الدولة الموجودة اللي يترأسها نتنياهو. نتنياهو يعني الإنسان بكل معنى الكلمة هو مجرم حرب. لهذا السبب أنه الدول الأوروبية إلى متى توقف وتتخلى عن مواقفها الإنسانية والأخلاقية أمام العالم، لأنه هي بالوقت الحاضر انفضحت، وانفضحت الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أتكلم عن ناحية سياسية، وإنما أتكلم عن ناحية الحقوقية الإنسانية. نعم. بالوقت الحاضر ما يجري. لهذا السبب أنه هذه المواقف والتظاهرات التي تحدث بالعالم هي تعطي دعم للدول الأوروبية أو المتسلطين أو الحكام في الدول الأوروبية أنه تسحب موقفها وتتراجع عن الموقف لدعم إسرائيل بالوقت الحاضر. طيب سيادة العقيد، أيضا لو تكلمنا عن الجيش الاحتلال اليوم، جيش الاحتلال بعد كل ما شهدناه، هل هو قادر على تحقيق أي إنجاز على الأرض مقابل المقاومة التي تعود إلى المناطق التي خرجت منها ويدعي الاحتلال أنه قام بتطهيرها وإخراج المقاومة منها؟ بكل تأكيد لا يستطيع أن يفعل أكثر ما فعله. يعني الجيش الإسرائيلي الآن يعني حتى يعني أي تحرك باتجاه إعادة الكرة لاقتحام غزة لمرة ثانية فهي يعني عملية انتحار لا أكثر ولا أقل. الوضع في غزة أصبح معقد إلى أبعد الحدود، حيث أن الأسرى الإسرائيليين هم رهائن بيد الجيش أو بيد مقاتلي القسام وحماس، والمقاتلون أيضا هم رهائن لدى الجيش الإسرائيلي. لذلك يعني لا يمكن لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف إلا أن يرضخ لطاولة المفاوضات، وبالنتيجة يعني سحب الأطراف من بعضها. ولا يمكن لأحلام نتنياهو بالقضاء على غزة كسلاح، هذا يعني استحال أمامه. وإن أقدم عليه كما تفضل السادة الضيوف وقلناها كثيرا، أنه فضحت إسرائيل، سقط القناع عنها أمام أصدقائها في أوروبا وأمريكا وكندا وإلى آخره، وهذه دول لا تخاف إلا من شعوبها، يعني أحرجت أصدقائها أمام شعوبهم. إذا يعني تابع نتنياهو بنفس طريقته فيعني يكون قد أسقط إسرائيل بشكل كامل. نعم، أخلاقيا وحقوقيا طبعا. تمام أستاذ هشام، أيضا بعد كل هذا الكلام الذي دار في هذه الساعة من التغطية، ما أهمية استمرار هذا الضغط العالمي ضد الكيان، ولا سيما قانونيا؟ هل بدأ يتشكل لوبي دولي ضد جرائم الاحتلال بعد أن كان اللوبي الصهيوني داخل أروقة الإدارة الأمريكية وكذلك الدول الأوروبية الغربية؟ اللوبي الصهيوني كان أكبر الداعمين لدولة الاحتلال، هل بدأ اليوم يتشكل اللوبي المعاكس الذي سيكون ضد الاحتلال؟ نعم، هناك أهمية كبيرة لهذا الضغط الدولي الرسمي والشعبي على الاحتلال الصهيوني. وأنا أشير إلى مسألة مهمة استراتيجية أسس لها طوفان الأقصى، أن هذا الاحتلال الغاصب لديه شرايين حياة أساسية، منها استجلاب المستوطنين باستمرار من الخارج بمعنى البعد الديموغرافي، منها القوة التكنولوجية والقوة العسكرية وإلى آخره. لكن هناك شريان حياة أساسي تمثل عبر العقود الماضية منذ تأسيس هذا الكيان الغاصب، وهو الدعم الخارجي، الدعم الدولي الرسمي والشعبي. وهذا الدعم كان سببه الأساسي حملات التضليل التي عاشتها الشعوب الغربية وأمريكا، شعوب أمريكا عبر التاريخ، عبر العقود الماضية تم تضليل هذه الشعوب بأنه هذا الكيان أنشئ نتيجة مظلمة
عالميا نتيجة المحرقة النازية ولديه حقوق تاريخية، وأن فلسطين لم يكن فيها أحد، لم يكن فيها شعب، هي أرض بلا شعب، شعب بلا أرض. وكل هذه الأكاذيب والتضليلات التي مررت على الشعوب الغربية والأمريكية عبر وسائل إعلام ضخمة نسميها في دراساتنا الجمهوريات والإمبراطوريات الإعلامية ومراكز الأبحاث والدراسات والجامعات والنخب. إذن هناك خطاب كبير جدا ترسخ لتقليل هذه الشعوب. حينما تخرج هذه الشعوب اليوم بالآلاف والملايين، وهذه الدول التي تصطف بالعشرات اليوم تريد مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي وتدعم مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية، معنى ذلك أنه هذا المدد والدعم الدولي الرسمي والشعبي تعرض لضربة قاسمة قوية، وهذا مدد استراتيجي للاحتلال. من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية الأستاذ هشام يعقوب، نشكركم على هذه المداخلة والمشاركة معنا، ونشكر من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأوروبا الأستاذ ضياء الشمري، شكرا لكم على هذا الحضور، ومن إسطنبول العقيد والخبير والباحث العسكري أستاذ حاتم الراوي، شكرا لكم على حضوركم معنا في هذه الساعة، ونشكركم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بإذن الله إلى اللقاء.